عسام ومرحبا بكم. قرابة 7 مليون تونسي يستعملوا موقع الفيسبوك. الرقم الكبير هذايا يكشف انه البعض منهم يستعمل موقع التواصل الاجتماعي هذا لاغراض نبيله وللتواصل، لكن البقيه يستعملوه للتحايل والابتزاز. وهوني نوليو نحكيو على الجريمه الالكترونيه. زعما التونسي واعي بالتحايل اللي يصير على الفيسبوك؟ واذا كان تحايلوا عليه اليوم، هل انه التونسي قادر ياخذ حقه؟ نشوفوا اراء الشرع التونسي كيفاش كانت. تبعونا. برشا موجودين في اي حكايه، في اي دومين، في اي حكايه موجودين في الفيسبوك. خاصه مش كثره الحكايه هذه، موجود كثره الحكايه هذه. ومثلا في اي حكايه، مثلا سواء باش تشري حكايه على الفيسبوك، اي حكايه معناها موجودين هذوم. عرفتش انت ياك العمليه تحيل حاجه كيما هكا؟ لا لا لا، ما نتبعهمش الحكايه هذوم. شنو اللي خليك ما تعرضش؟ كيفاه معناها؟ شيء انت ما موجودين ساعات تهبط واحد يهبط، راهو الانسان هذا متحيل برشا وانا ما عادش تعطي ثقه حتى حد. وليت ترد بالك؟ اي ترد بالك واحد، باش ما تتوليش كيما الاخر تهبط. و اسامه، حسب رايك علاش يوصل الانسان هكا باش يتخفى في كونت فيسبوك باش يتحايل ولا يبتز عباد ولا يبيع حاجه مغشوشه؟ ما فما عباد تمشي للساهل، مثلا تقول لك هذا غاديك غاليه نمشي للفيسبوك ارخص، فهمت؟ كي يبدا هو رخيص في فيسبوك يولي يحب يمشي لك الفيسبوك، خاطر برا تلقاها غاليه، مثلا نقولوا ب 50 حاجه، فيسبوك لو حط له ب 20 يولي هو يمشي يرى العباد مثلا تحب مطلوب، يولي هو الشيخ يدبر فلوس وواحد يغوصوا منها الحكايه هذيك. باهي، واليوم في تونس المواطن التونسي كان تعرض لعمليه تحايل، حسب رايك ينجم ياخذ حقه؟ لا، ما نصورش. علاش؟ شنو هي عليه؟ ماهوش ما يتلاوش بهم اصلا الحكايه. ما نمشيش الحاكم تقول له راه تحايل عليا، مش يقول لك اي بيت نشوفوا الحكايه هذه، وتمشي تسرق لك تليفونك تمشي للحاكم يقول لك ان شاء الله نجيبولك تليفونك، اعطيني السيري ودرشني فما شيء. وكيف نجموا نحدوا من الظاهره هذه اللي كثرت مؤخرا؟ كيفاش نحدوها؟ مناش ما في تونس راه كيكه، راه ما كيفاش تحايلوا عليك ماكش تربح شيء. اذا تحايلوا عليك ما مش عندك تعمل شيء، عندك حاجه كتاف درشنيه واحد نجم توصل، ما عندكش، ما ضعيف لا يعمل. التونسي هكا عندوش وعي بالشيء هذا؟ لا ما عندوش، ديما نقص وعي. اي ديما يدامك ما على بالوش هكا، ديما يدامك التونسي، ديما يلقى حاجه سهله يمشي للسهل، ما حتى يتحايل عليه مره مش نورمال يحصل وياخذ درس، يعاود يرجع نفس الحكايه يقول طاو شيء حكايه فارغ. التحايل على الفيسبوك ولي فو بروفيل، كانش عندك هكا تجربه فيهم؟ والله عندي تجارب برشا فيهم. كيفاه؟ تحايلوا عليك ولا انت استعملت فو بروفيل لغايات اخرى؟ لا الحقيقه انا ديجا نعم معناها في الحكايات. وعلاش؟ على خاطر الشعب التونسي معناها ناقص واعي معناها، سامحني بالكلمه، جنسيا وحتى فكريا معناها. وصلت نعم في فو بروفيل معناها بون، الاكثريه بديتها انا بالليزامي نتاعي معناها، فهمني؟ نعم فو بروفيل معناها عباره بنيه. هكا وهما باش معناها باش يحاولوا باش يشدوك ليك انت كوارت تونيزي انا كذا معناها كوارت يعني قصدي لايت ولا حاجه كذا حكايات فلوس زاده ديموندا صرت نعمل فيهم معناها. وربحت معناها منهم؟ يعني ربحنا منهم. عادي ما زلت مواصل على ال هي حكايه صغر راهو فهمني بون، تجربه معناها عملناها وكهو تعديت الحكايه تو ما عادش. لا ما عادش تو. شنو تنصح الشباب اللي تعرضوا للتحايل ولا اللي يعملوا زاد اللي يعملوا في لي فو بروفيل؟ والله ننصحهم يحاولوا معناها يحلوا مخهم مليح، ما يرميوش رواحهم هكاك، سورتو طفله معناها كي تحاول تتكلم وتحكي على روحها، سورتو بالحق معناها العباد يعني تحسهم ناقصين برشا معناها، تلمو يعني يحكي لك كلمتين سي امان حلي الكام امان درا شنيا امان خلينا نحكي معاه، تحسهم ناقصين عاطفيا، بون يوري روحه تلقاه في الاستاتيو نتاعو على الفيسبوك. وانا معناها في تلقاهم بريفي تلقاه جمله واحده لو ناقص جمله واحده. بنتي عمرها 13 سنه تمشي باش تقرا، تلهي تلعب هي واصحابها بالفيسبوك، كل مره يبعثوا لها فوتو دو بروفيل نتاع واحده متنقبه كل مره كيفاش، ويحكوا لهم على الدواء وعلى الحرابش، وضيعوا لي بنتي هاي عمرها 13 سنه، لا عاد تقرا لا عاد تعمل حتى شيء. في جرة الفيسبوك اي خلونا وجلونا جرة الفيسبوك. وهي يعني عملوا لها فو بروفيل باسمها ولا كيفاه، ولا قلقاها ولا يحبوا هكا يدمغجوها؟
يبعثوا لها في انفيت مثلا باسم امراه على اساس امراه متنقبه والكل، ويبدو يستقطبوا فيهم الصغار ويحكوا لهم على الدواء ويحكوا لهم على حاجات اخرين، وحتى في معناه الفيديوهات الخايبين قاعدين يهبطوا لهم على الفيسبوك والكل تاع الفساد يفزوا في الذري. كيفاش فقت به انت؟ انت فقت به وحدك ولا هي جات قاتلك؟ رفاق لي به خويا، انا ديما يتبعها على التليفون على التليفون، هي تبدل الشمع فما نهار نسيته وهو يعرف الشمع، ادخل لها الفيسبوك نتاعها واكتشف عندها كل شيء، فهمتني هكا. حو حسب رايك انت علاش يصير هكا قله وعي من الشباب التونسي؟ حسب رايي يحبوا يفسدوا الشباب التونسي، هذاك علاش يعملوا هكا به. ثم برشا مواضيع على الفيسبوك، مي انت كيفاش نجم تستخدموا الفيسبوك؟ ثم اللي تستخدموا جوست باش تصفح بيه باش تعرف بيه شنو الحاجات اللي فما جديد، معناتها باش تعرف بيه معلومات عاديه معناتها كاي حد ينجم يعرفهم. وثم اللي يستخدموا العمليات كما قلت لك تحايل، عمليات برشا مواضيع ثم نتاع حاشاك نتاع بلاده، فهمتني؟ كل واحد كيفاش ينجم يستخدموا الفيسبوك. حسب رايك علاش انتشرت الظاهره هذه توا؟ انتشار الظاهره هذه لبرشا اسباب، لبرشا اسباب، من جمله الاسباب اللي كونوا ما ثماش رقابه، رقابه مش من الحكومه لا، رقابه من العائلات، من الوالدين. اللي يحط فيسبوك ديريكت تلقى 15 و14 سنه وتلقى حاجات ما تليقش بينا، نحن ما تربيناش بها، نحن الشيء هذاك ما تربيناش به. تلقى شنو؟ تلقى لبسه ماهيش محترمه، تلقى برشا حاجات تخليك تخلي بشويه 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 لين توصل تنتشر. سي اوتوماتيكمون انت عندك فيسبوك باش تدخل باش تلقى تصاور، وسي اوتوماتيكمون كي باش تدخل باش تلقى تصاور، ثم اللي ياخذ لك تصاورك ويعاملوا في كونت اخر ويولي عباره الكونت هذاك هو نتاعو هو، وهو ماهوش نتاعو هو اصلا، فو بروفيل تسمى، يولي يعمل برشا فيه برشا مشاكل. كيفاش نجموا نتفاديو الحاجات هذه؟ كما قلت لك نعاود نقول لك ديما حكايه الرقابه نتاع الوالدين، بالرقابه نتاع الوالدين تنجم تنقص، اما باش تنجم تنحي امبوسيبل، باش تنجم تنحي امبوسيبل، مرابعه بين مستحيلات اصلا مش تنجم تنحي. يلزم رقابه نتاع الوالدين، رقابه نتاع الوالدين، ويلزم يكون ثم وعي زاد. مش سامحني انا مش اي في اي وقت نجم نحط فيه تصاوري، ثم تصاور معقوله وثم واحد يحط تصويرته اوكي داكوردو عادي، مي مش يحط معناتها 300 تصويره ولا 200 تصويره، صحيح اوكي داكوردو كل واحد حر شنو اللي يحب يحط يحط على روحه، هذيك حريته هذيك، حتى حد ما ينجم يكلمه، مي حاجات معقوله حاجات عاديه. اما كي باش تقول لي انت باش تحط انت حاجات سي اوتوماتيكمون باش تجبد، باش تجبدك التصويره هذيك تجبد تولي تعمل كونتاكت وتولي تدخل حتى بمواضيع اخرى غير هذيك، غير الفيسبوك غير التحايل، تدخل فيها كلام زايد وكلام برشا مواضيع، ايبا تولي حتى من التربيه تولي تمس اصلا من التربيه. يعني علاش قلت لك ديما الباز الكبير هو رقابه الوالدين. عندك فكره على الناس اللي تتحايل على الفيسبوك واللي تعمل فيه فو بروفيل باش تبتز عباد باش تبيع حاجات مغشوشه باش تسول زايد تقول لك ابعث لي فلوس مثلا محتاجه؟ سي صحيح صارت عليا انا بيرسونيلمون. يعني كيفاش تصرفت؟ ما لقيت حتى سوليسيون لخاطر الكونت والنيميرو دو تيليفون اللي عطيه لكم كله مغشوش وكله وهمي ماهوش موجود بالكل، يعني حتى حبيت نتصل بيهم ما فماش شكون يجاوبك ولا يرد عليك، يعني هما يهموك بخدمات مش موجوده، خدمات تغري الانسان باش يشري وباش يتعامل معاهم، لكن كله كذب في كذب وغلط وسلعه مغشوشه ماهيش صحيحه ماهيش حسب المواصفات اللي عطوها في الفيسبوك ولا، فهمتني؟ يعني كيفاش كانت العمليه؟ يعني احكي لنا كيفاش، معناها انت بعثت فلوس؟ لا ما بعثتش فلوس، هما بعثوا السلعه وخذا لي الفلوس نتاعو، انا كي روحت للدار ما حليتش سوليشون، يعني شفت السلعه هذيك نتاعي لقيتها ماهيش بالمواصفات اللي عطوها لي اللي حكينا فيها في الفيسبوك واللي هما عارضينها. حبيت نتصل بيهم باش نعارض ونقول له شو كيفاه مش معقول كيف ما هكا، ظهر كلها دي كونت وهميه وماهيش صحيحه والتليفون نتاعهم ما يجاوبش. وما خديتش حقك؟ ابدا ما لقيتش كيفاش، ما ثم حتى حاجه باش تنجم انت وسيله تاخذ بها حقك. ديجا هو الرقم اللي حاطينه في الفيسبوك ما يجاوبش، فهمتني؟ ما يجاوبوكش بالكل، ثماش.
حسب رايك انت كيفاه نجموا نتفاداو الحاجات هذه، والشباب كيفاش نجموا ننصحوه باش يتفادى الحاجات هذه؟ هذه كلها مواقع وهميه حسب نظري انا، مواقع وهميه. الانسان يلزمه يشري كان بحاجه قدام عينيه مواصفات هو يراها ويقتنع بها، ماهيش حاجات فرضيه وهميه مش موجوده قدامك. لازم واحد إليفيتي سا، ما عادش يتعامل معاهم كومبليتمون. علاش كثرة الظاهرة هذه نتاع التحايل نتاع لي فو بروفيل؟ الظاهرة نتاع لي فو بروفيل بين أصحابك فاش مات. أنا عندي صاحبي ولا أنا عندي صاحبتي هكا مثلا أنا تعاركت معاها ولا حاجة، لازم نعمل فو بروفيل نشوف هي شنو الجو، مع شنو تعبت الصار، مع شكون يعملها في جامات، من الآخر نحكي لك عليها شكون أصحابها اللي ولا في بلاصتي أنا. ولا مع باش نروح نحكي معاه نشوفهم، ولا مثلا نبدا انا عندي صاحبتي شكون نحكي معاه على اساس انا على اساس بروفيل واحد اخر نشوفها هي معناها اللي مقتنعه معناها بي انا ولا هيش مقتنعه معناها تحب واحد اخر معناها. وحسب رايك شنو هو الحل باش نتفاداو هذه التحيل اللي كثر الظاهره هذه؟ الحل فما الظاهره برشا نوع من الظاهره، كان ظهر فو بروفيل نتاع سوق الفيسبوك معناها واحد يركز معناها ما يمشيش وين يجي، هي مش احرام معناها يركز روحه ويجي انت تحب تاخذ تليفون تقول له نتقابلوا في السنتر فيلو بلاصه ما من قدام المسرح ولا قدام ما من تشري تليفون عادي على روحك نورمال عادي تصير، ولا خويك يمشي يقول لك نتقابلوا في بلاصه هكا ولا ماهيش سيكيورتي من غير ما تمشي. بالنسبه للفو بروفيل الاخر اللي قلت تاع المشاكل وكل شيء، الثقه بين اللاعبين انت تعرف روحك شنو هي، ما تعملش انت الخايب مع الناس وكل شيء باش الناس ما تعملش هكا ومعناها تعمل عليك فو بروفيل وتسب العباد من بعد تجي في وجهك انت دوانه معناها.